كما استقبل الوزير الأول رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث أشاد الطرفان بعمق علاقة الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة. كما جدد الطرفان عزمهما على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لا سيما خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية. المحادثات جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة.